رسمياً الجيش التركي يتسلم 3 طائرات قتالية حديثة تطوير عقول المقاتلات. في تطور جديد، سلمت شركة صناعة الطيران والفضاء التركية TAI 3 طائرات إلى سلاح الجو، وذلك ضمن مشروع إيرسز لتحديث المقاتلات والذي بدأ عام 2021. وفي نطاق المشروع، تم تحديث إلكترونيات الطيران للطائرات C-130AB الذي نفذته رئاسة الصناعات الدفاعية، كما تم تسليم 3 طائرات أخرى من طراز C-130 والتي تم تحديثها وفقاً لاحتياجات الطيران الدولية. وضمن نطاق المشروع، يستمر تنفيذ أنشطة التحديث لما مجموعه 23 نظام و117 مكون، وتشمل تقنيات التحكم المركزي للطائرة C-130 والذي تم تطويره بالكامل بواسطة مهندسي TAI والذي أطلق عليه اسم عقل الطائرة. وضمت عمليات التطوير 19 مقاتلة حربية. ولم تكتفي تاي بما سبق، فقد أعادت تصميم هياكل الطائرات وزودتها بأنظمة مضادة للتصادم ورادارات وأنظمة ملاحة عسكرية متطورة، كما جرى تطوير نظام التتبع العالمي GPS الخاص بها، كما جرى أيضاً تزويدها بخرائط التمرير الرقمية وأنظمة تخطيط المهام الأرضية والجوية والتي تكفل تقليل العبء على الطيار لأقصى درجة.